أن هذه مضخة زيت اللي هي تشفط الزيت من الخزان تاع المحرك وتاخذ معها وتعديه يعني توزع على المحرك كل. هذه يعني يسموها مضخة زيت خاطر هي يعني بومباويل سما بومباويل مضخة زيت. هي تشفط الزيت من الخزان وتعطيه طول للمحرك الفوق وتوزع على المحرك كله على الفيبركان على الكل وعلى على البركامات على الكل. هذه فيها كلابين داخل تو باش نصوركم في الفيديو الاخر. فيها كلابين داخل في المكان هذا. اذا كان الكلابين هذه تكون متكونسه يعني هذه يعني قطعه هنا يولي الفلتر نتاع الزيت يطرشق خاطر هذه مكان يرجع منه الزيت الوسط الخزان. هذا مكان يخرج منه الزيت من وسط الخزان وقت يكسر الزيت في وسط الموتور كله فما ما فماش رجوع بزايد تولي القطعه هذه تكون مقام الرجوع مؤقتا يعني كي رتور تتنفس منه مضخة الزيت. وقت يتنفس منه مضخة الزيت تخرج الزيت منها باش تمنع حدوث اي تسرب من الفلتر. لان الفلتر اذا كان يترشق او يخرج زيت تلقى هذه الكلابي هذه هي مش قاعده يعني تقوم بمفعولها يعني مش قاعده تخدم. خاطر علاش هذيك بعد ما يجبد الزيت هذا من هنا مش توزع اذا كان يكسر الزيت بقوه لازم هنا تتنفس هي كما اي سياره كما اي حاجه تتنفس يعني تلقى مضخه البنزينه زاد فيها قطعه تنفس منها مضخه البنزينه في مضخه الزيت يعني كل عدد المضخات يكونوا ما فيهم الكلابي هذه اللي هي تخلي تسموها تعمل ريتور نتاع الزيت. هذه مضخه الزيت نتاع 1.5 دي سي يعني فيها تكون تركب هي في المكان هذايا وعندها كاتين او سلسله تمشي بها حتى للكولو بالضبط او الكرنك باش تدور مع المحرك وتضخ الزيت للمحرك. ان شاء الله تنفعكم حاجه كما هيك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا هذا الموتور نتاع بيجو 206 ولا سيتروان سيتروا ولا حاصل هو موتور إيسونس. فيه البومباويل هي طرمبة الزيت من اللوطة تركب بالسلسلة يعني بالكاتينة أو بالشان. شنو نوريكم كيف تركب في بلاصتها. نعمل لها شوية باتجوان في الواحد المخرج نتاع الزيت. عملنا شويه برجمان في المخرج بتاع الزيت وهي عندها السلسله نتاعها تركب فيها. نحطوا لها السلسله ما فيهاش ميزوبوان ما فيها حتى شيء ما غير ما الانسان باش يقعد يتبع. وتكون السلسله راكبه من قديم في الفيلبركان يعني راكبه من الاول في الفيلبركان على خاطر ما تنجمش تركبها بعد الفيلبركان الا اذا كان فيها سيركليبس. نحطوها هي سهله العمليه نتاعها بسيطه ما فيها شيء. فيها ثلاث بولون شدوها ثلاث بولونات شدوها هي باش تبدلها ويكرها براكبه تجي من لوطه هي وتنحي الكارتير. كي تنحي الكارتير اللي هو خزان الزيت تلقاها هي بعد الخزان ديركت. تو خونا هيكل باش يورينا كيفاش باش يركبها وكيفاش باش يحط لها القطع نتاعها اللي هو الكارتير. هي هو تو الموتور مقلوب على راسها يعني نجم وقت يكون راكب الكهرباء يكون هذا كله اللي تشوفوا فيه كل هذا يكون من لوطه من تحت السياره من لوطه وتنجم تتغير السياره والموتور راكب يعني السياره من تحت. هنا ما فيها ثلاثه بولونات تو باش تكبسوهم. تو باش نوريكم الحركه نتاعها كيفاش تدور مع الفيبركان وكيفاش الفيبركان يدور معاها. تو جي يدور من هنا الموتور من الخلف. تو هاي هي هنا باش نحاول نقربها لكم الماكسيموم. هذه البومباوي شوف فيها السلسله نتاعها هذيك الكاتينه. تو نشوفها كيفاش تدور.
دور هون شفتها يدور تو يدور في الموتور من الخلف هي قاعده تدور شفتها كيف تدور لان تو ما نجموش ندوروها هذول كامل خاطر الشيميزات من اللوطه ما مش الكلاس مش راكب مش مكبوسين خافوا كان يخرجوا من مكانهم تو باش نحطوا الغطاء اللي هو الكارتير